بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعض، أيضا عاد بعض الحجاج إلى ديارهم وبيوتهم ومنازلهم بحمد الله، والبقية تأتي تباعا إن شاء الله عز وجل. ومشاعر الاستقبال للحجاج هذا العام مختلفة عن كل عام. مشاعر الاستقبال عادة تكون مشاعر الأشواق بعد طول الغياب، وهذا العام يضاف إلى مشاعر الأشواق مشاعر الفرحة بالنجاة من حادث منى. الفرحة بالنجاة من حادث منى الأليم. فمشاعر الاستقبال هذا العام مختلفة عن كل عام. انتهى موسم الحج وانتهت أيام العيد، ولكن بقيت آثار فاجعة، خصوصا وأن الأرقام تتغير باستمرار. حتى أمس كانت المحصلة للوفيات من المصريين 124 ميتا، بالإضافة إلى 80 مفقودا حتى الآن لا يعرف مصيرهم. هل هم مع الأموات أم هم في الإصابات؟ الأرقام تتغير. فما زلنا وما زالت التحقيقات لم تنتهي بعد، تكشف الأسرار والأسباب والملابسات. وبعيدا عن التحقيقات، بعيدا عن التحقيقات والأسرار والأسباب، الأحداث كلها تقول أن أيادي خفية تعبث بأمن الحرم، أيادي خفية وأصابع خفية تعبث
وأخيه فلا يحرقه. هل تتخيل الرجل يتقابل مع قاتل أبيه في مكة لا يستطيع أن يقترب منه؟ مكة بلد الأمن والأمان والسلامة، كان الرجل يقابل قاتل أخيه فلا يلمسه بشيء، لأن المكان هو مكة، والزمان الأشهر الحرم كانوا يعرفون حرمتها ومنزلتها ويراعون ذلك ويعظمون ذلك. أما اليوم فنرى بعض الحجاج وأقصد الشيعة ينتهكون حرمة مكة بالمظاهرات والهتافات والشعارات والتجمعات وغير ذلك. ما هذه الشعارات؟ ما هذه الأصوات العالية أنتم في مكة؟ ما هذه المسيرات تعطلون بها المرور ومصالح الناس، تضايقون فيها أهل السنة؟ هذا لا يجوز، هذا لا يصح. الناس في مكة يستفزون أهل السنة في مكة. لماذا؟ في مكة تستفز من؟ أنت في مكة، أنت في الحرم، يقولون لبيك يا حسين، تستجيبون لحسين ماذا تقصدون؟ لبيك يا حسين نقتل أهل السنة؟ كانهم يقولون نحن على استعداد لتلبية نداء الحسين ونقتل أهل السنة. وإذا ما معنى لبيك يا حسين؟ الناس يقولون في الحرم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهم يقولون لبيك يا حسين. ما هذا؟ مكة أقدس الأماكن، يعبس بها منذ سنوات، هذا الأمر ليس جديدا. مكة النبي قال عنها صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، حرام على كل أحد أن يحمل بمكة السلاح. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. سيروع الناس، الذي يحمل السلاح سيروع بعض الناس. ومكة ليس فيها ترويع ولا تخويف، لا لإنسان ولا طائر ولا حيوان ولا شجر، بل حتى الأشواك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تختلى، تنزع الأشواك. الكل آمن، النبات آمن لا يلمس، الطير آمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم
في سنة من السنوات كان عبد الله بن عمر يحج، وكان في منى بالمناسبة في زمن الحجاج، وبدون قصد أحد جنود الحجاج أصابه في إخمص قدمه بسن الرمح، حمل السلاح في الحرم وحمل السلاح في منى، الحرس الجنود العساكر تابعين للحجاج حملوا السلاح في منى، أحدهم عن غير قصد أصاب عبد الله بن عمر بطرف الرمح المدبر في قدمه فالتصقت بالركاب، كأن الدم سال ومش عارف يخلصها أو الرمح شبك في الركاب، هو راكب على الدب، فنزل سعيد بن جبير حتى خلص قدم ابن عمر، ووصل الخبر إلى الحجاج، فجاء إلى ابن عمر زائرا عائدا، قال لابن عمر: لو نعلم من أصابك، قال: أنت أصبتني. قال: كيف؟ قال: أنت أمرت بحمل السلاح في يوم كان لا يحمل فيه السلاح، وأمرت بإدخال السلاح الحرم ولم يكن يدخل فيه السلاح. الجرعة من عبد الله بن عمر مصاب، والحجاج ذهب لزيارته وعيادات عيادة مريض. قال: لو نعلم من أصابك الجندي العسكري اللي عورك وجرحك أجازيه وعقله. قال: أنت أصلتني، أنت الأصل، أنت الأساس. قال: كيف؟ قال: أمرت بحمل السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه السلاح. احنا في أيام منا، الحجاج المحرمون، حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه السلاح، كل شيء سلاحه. هذه أيام منا، هذه أيام العيد، هذه أيام الحج، هذه أيام الأمن والأمان، هذه أيام السلام والاطمئنان. قال: وأمرت بإدخال السلاح الحرم ولم يكن يدخل الحرم. قد يكون لضرورة عابرة مؤقتة وليس أي سلاح. النبي صلوات ربي وسلامه عليه في عمرة القضاء، في عمرة الحديبية أولا، لما سلطته قريش عن العمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألونني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. لما خلعت القصواء بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: خلعت يعني عقبت. قال النبي: ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا يسألونني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. تعظيم الحرمات مطلوب. واشترطوا على النبي يرجع صلوات ربي وسلامه عليه ويعود للعمرة في العام القادم ووافق، ولكن اشترط عليهم سلاح المسافر، ليس سلاح المقاتل ولا المحارب، وإنما سلاح المسافر يحمي نفسه في السفر من أي أخطار. وفعلا دخل النبي مكة ومعه سلاح المسافر، السيوف في أغمادها. هذه حال الضرورة، أيام عابرة. أما الأصل، لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، ولذلك تلاقي العساكر من غير سلاح، غير سلاح. هذه أحكام مكة لها حرمة، مكة مختلفة عن بقية أماكن العالم، لابد أن نحافظ على حرمتها جيلا بعد جيل، ولا نسمح لأحد أن يعبث بحرمتها. مطلوب ان كله يبقى امن، البياع امن، والمحرم امن، والماشي امن، الرجل والمرأة
قتال في مكة لا يجوز. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. الأصل مسجد الحرام ما فيهوش قتال لا جواه ولا قريب منه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يخشوا جوه الحرم ويحاربوكم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. الأصل أن الحرم آمن، لا قتال، لا صدام، لا مواجهات، لا استفزازات، لا عداوات، لا شحناء، لا تحديات. فيش تحديات للحجاج وأهل السنة، أنتم في الحرم. للأسف كل هذا تغير. تغير هذه الأيام. الشيعة يعبثون بالأمن بل وبحرمة الحرم. قبض على أحد الشيعة، وهو يلقي البراز في أرضية المطاف عند الكعبة، يلقي البراز في الأرض ليؤذي الحجاج أهل السنة، ليؤذي الطائفين. قبض عليه واعترف وأعدم. تفكير عجيب جدا. من الذي يقدم على هذا؟ كيف عقدتك؟ كيف؟ أوصلتك إلى هذا؟ حد يلقي البراز العذرة الروس في المطاف عند الكعبة، أقدس الأماكن، أطهر الأماكن. ربنا قال لسيدنا إبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مفروض نطهر المكان كلنا نتعاون، لا أن ننجسه بالنجاسات والقاذورات. الشيعة بيعملوا كده لأن مكة عندهم ليست لها أهمية كبرى ولا عظمى. الشيعة سنة 1406 ل 1436 من 30 سنة هبطت طائرة في مطار جدة وفيها ركاب شيعة بتفتيش الشنط. كل الشنط كان فيها مادة TNT، كل الشنط الطيارة فيها مادة TNT شديدة الانفجار. واعترفوا ان كانوا عايزين يفجروا عند الكعبة في الحرم، تفجيرات عند الكعبة، ولكن الله سلم. 1407 عملوا مظاهرات بعكس الاتجاه وأوقفوا السيل وتدخل الناس، كل الناس، الشرطة، رجال الأمن، والمواطنين، كل الجنسيات، حصل مصادمات ووقعت أعداد من القتلى كثيرة بالمئات، وكثير من الجثث كانت مقطعة البطون، كان معاهم سكاكين. الشيعة كان معاهم سكاكين، بخروا البطون وحرقوا السيارات ومثلوا بالجثث. 1407 1410 قاموا بتفجير نفق المعيصم المعدي الى منى. القتلى كانوا بالالاف، 5000. فهذا من الذي يعبث بحرمه الحرم مكه؟ وهكذا الفظاعة كثيرة جدا. التاريخ أسود، هذا التاريخ الحديث، التاريخ القديم، القرامطة الشيعة وغيرهم سجل أسود، تاريخ أسود من العار. المسلم الحق اللي بيعظم الحرمة، حرمة مكة، حرمة مكة. الصحابة سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله
ان مكة عندهم حرمتها ضعيفة، فالشيعة يعتقدون ان كربلاء الارض التي دفن فيها الحسين كما يزعمون كربلاء افضل من مكة بالاف الملايين المرات، وان مكة تابعة لكربلاء كالزين، وانها حقيرة ذليلة بالنسبة الى كربلاء، ولولا كربلاء ما خلق الله مكة، ولولا يعتقدون أن من زار قبر الحسين أفضل من 20 حجة. اللي روح كربلاء يزور قبر الحسين أحسن من الحج 20 مرة. بتقول الحج ليه؟ مطروح. ويعتقدون أن من زار قبر الحسين ليلة النصف من شعبان وليلة عيد الفطر وليلة عرفة 3 مرات في السنة فهذا أفضل من 1000 حجة. عندهم هكذا يزعمون وهكذا يعتقدون. طيب والحرم عندهم مش بنفس المكانة مكة بالنسبة لكربلاء ولا حاجة، وعندهم نيات عندهم نصوص لو تمكنوا منها سيفعلونها، عندهم نبوءات أنهم سيقتلون أهل السنة بين الصفا والمروة، وأنهم سيقلعون الحجر الأسود، وأنهم سيقتلون بني شيبة حراس بيت الله الحرام، وأنهم سيهدمون المسجد الحرام حتى يعيدونه إلى أساساته. عندهم فإذا تمكنوا من المدينة سيهدمون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهدمون الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستخرجون أبا بكر وعمر ويصلبونهما على جذع شجرة ويحرقونهما، ويستخرجون أمنا عائشة فيقيمون عليها حتى الزنا. لما يتمكنوا من المدينة، لما يتمكنوا من المدينة وهم يعملون جاهدين في هذا الاتجاه، يحاولون السيطرة على مكة والسيطرة على المدينة، فماذا نحن فاعلون؟ أنا بقول لك إن دي معلومات تعرف الناس بيفكروا إزاي، إيه العقيدة بتاعتهم؟ يعتقدون في يوم عرفة أن الله ينظر إلى زوار الحسين أولا، لأن كلهم شيعة. طب واهل الموقف اهل عرفه ينظر اليهم ثانيا؟ قالوا لان اهل عرفه معهم اولاد الزنا اهل السنه، اما زوار الحسين ليس من بينهم اولاد الزنا، فهم يتهمون اهل السنه انهم اولاد زنا. دي نظرتهم ليه، وان اي مولود يولد من اهل السنه، استغفر الله، سامحوني، الشيطان يعبث بمؤخرته سواء ذكر او انثى، هم يعتقدون هذا، هذا من كتبهم، هذا ما يعتقدونه فينا. احنا عندنا تسامح، نشعر ان دول اخواننا، دول مسلمين، احنا عندنا تسامح. هم عندهم بغضاء تجاه اهل السنه، عداوة حساسية شديدة، تحدي استفزاز شديد. لذلك أقول أخي انتبه، الحرم في خطر، حرم المكي والحرم المدني، الحج في خطر، وأنت أخي ربما، وأسأل الله لك ذلك ولي، ربما تكون مع الحجاج في العام القادم، ربما تكون مع الحجاج في العام القادم أو في عمرة، ماذا أنت فاعل؟ وهم يصعدون وسيصعدون. أسأل الله أن يحمي الحرمين، وأن يحمي المسجد الأقصى، وأن يحمي
يا أهل السنة والجماعة، وأن يمكن للحق وأهل الحق، وأن يجنبنا شر الأشرار وفجر الفجار وفسق الفساق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، أما بعد. حديثي هذا من أجل البيان، من أجل التوضيح، من أجل العلم والمعرفة. الشيعة يقولون إن أهل مكة يكفرون بالله جهارا، وأن أهل المدينة يعني أهل السنة أخبث من أهل مكة بسبعين مرة. عقيدتهم كده، شايفين أهل السنة في مكة كده يكفرون بالله جهارا، وأهل السنة في المدينة أخبث من أهل مكة سبعين مرة. عقيدتهم، ولذلك عايزين يطهروا مكة من أهلها الذين يكفرون جهارا، ويطهرون المدينة من أخبث الناس في زعمهم. يقولون عن الشام، عن أهل الشام، أهل السنة في الشام، إنهم أسوأ من الروم، وأنهم لعنوا على لسان داود. هكذا ينظرون إلى أهل السنة في الشام، وغير ذلك من الاعتقادات. أما أهل مصر فيقولون من استخدم الأواني للطبق في مصر أو لغسيل الرأس فإن ذلك يورث الدياثة وينزع الحياة. يعني أهل مصر عند الشيعة دياثة، ليست عندهم غير على النساء، ليست عندهم نخوة الرجولة، عندهم معتقدات عجيبة جدا وغريبة. ناس عندهم عقيدة، عندهم مذهب، عندهم منهج، عندهم كتب، عندهم علماء، وعندهم أهداف وبيحققوها. الشام عندهم وحشة عايزين يستولوا عليها، مكة والمدينة وحشة عايزين يستولوا عليها، ومصر عندهم يريدون الاستيلاء عليها. الفواجع ربما تتصاعد. اللي حصل السنة دي حصل زي قبل كده وسوف يستمر. في الكتب، في الروايات، أن يوما في سنة قادمة سيحدث تقاتل بين الحجاج بمنى حتى تغرق جمرة العقبة في الدماء، وينتهب فيها الحجاج. هل تتخيل هذا؟ ان هيحصل قتال، الناس هيضربوا بعض، مش تعطيل للمرور، مش تزاحم ولا تكدس ولا تدافع، تقاتل بين الحجاج عند جمرة العقبة حتى تسيل الدماء وتمتلئ جمرة العقبة بالدماء. بدل ما تتملى حصى الحجاج بيرموا بيه الجمرة، هتتملى دم. هل تتخيل المنظر عند جمرة العقبة والحجاج يتقاتلون ويسقطون بالعشرات او المئات او الالاف حتى تسيل الدماء وتملأ جمرة العقبة ويتعطل الرمي، رمي الجمار، وتنتهك حمة الحج والاماكن المقدسة؟ هل تتخيل هذا؟ هذا قد موجود، مذكور ومكتوب. يا ترى مين اللي هيعمل كده؟ واضح جدا ان اهل السنة ما بيعملوش كده خالص. لا اهل البلاد بيضربوا بعض، مصر يضرب الليبي ولا السوري ولا ما بيعملوش كده. انما اللي هيعمل كده الشيعة، واضح ظاهر من احداث
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين
الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.